مساء الخير مشاهدينا بحلقه جديده من ليالي الانس. مكريز ما معوده عليك حيورك، انا معوده انا تعمل لي هيك وبعمل لي هيك وهيك. شو احساسك هلا؟ انا مبسوط انه موجود معكم هون وليد ومايا وإيدي ورولا اكيد. حبيبي ثانك يو. ثانك يو. شاركتي بدانسك وذا ستار برايي انا ما حسيتك انه اخذتي حقك. مكريز شو رايك برقصه؟ مين احسن انا ولا هي؟ وهتقولي هي خلص لا هلا بيني وبينك هي اكيد ترقص كثير حلو والشو تبعك كثير حلو بس بحبك اكثر فانت لا مش مزبوط مش مزبوط بحبك ليك هي رولا مايا ما بتحب تحكي كثير يعني مشكلتها ما بتحب تحكي كثير عن حالها بس هلا نشيل المزح مايا هي بترقص يعني قبل ما تغني هي حدا بيرقص وانا بالنسبه لي هي افضل حدا من الارتست الصغار واللي عم يطلعوا افضل حدا بغني وبيرقص انا شفت لها شيء عن جد كثير كثير موهوبه هلا بتعتبرها انت كمحترف بتعتبرها انه مايا صارت محترفه ولا بعد بدها شوي هي محترفه قبل برنامج دانسينج ستارز هذا رايي فيها يعني بالنسبه لي انا ما يعني يزعلوا ما بيزعلوا مني اخر هم مش هذا هو الموضوع الموضوع انه مايا هي كان لازم تربح هذا رايي انا ككوريوغرافر هلا في كثير ناس كمان قالوا نفس الشيء يعني مش يعني انه باي فار طبعا للي ربحت يعني اللي ربحوا لانه الشو تبعها كان كثير مميز بعدين ما كريز زعزني الشفو علي شوي علي تشوف زعل الديكور هيك لا ما كريز بدي اعرف شوي عن المدرسه اللي عندك مدرسه لي 3 سنين ونص فاتح الاكاديمي تبعي المدرسة ناشطة بعطي الكريدتس أكيد لمارون أدولف لشارلوت لكل الانستراكتورز كاردوس كريم لكل التيم اللي عم يشتغل بالسكول لأنه نحن منحييهم لأنه عملوا شوات كتير حلوة بليالي الأنس ليتلي ما عم بنوجد بالمدرسة ورا شغل البروجيكتس برا وسفر وهيك فمش عم بنوجد كتير المدرسة اليوم فيها 300 تلميذ قلنا 3 سنين وشوي أخذت لي كانت كل وقتي بس نشكر الله أنه اليوم عم تكون احسن بكثير من قبل ومن افضل الدانس سكولز بالوطن العربي هلا لا شك خاصه اني انا شفت كيف عم بيصير التمرين والمحبه الموجوده بهيدي المدرسه اللي عم اللي بدهم يرقصوا هن بنات اكثر ولا شباب هلا انا عندي بالمدرسه هيك وهيك ايه هلا شباب يمكن اكثر شباب اكثر عندي بالسكول اكثر من بنات او بنات يعني في كثير صراحه ما بعرف بس شباب موجودين مكريز بدي ارجع لشغلي لما كنت عندك بالمدرسه شفت شو كثير حلو بامريكا وتاثرت لانه انعاد اكثر من مره وطلبوا منك اعادته على العلم انه هن بينعمل الشو مره وخلص فيك تحكينا اكثر عنه هو كنت بالاي سالسا كونغرس هو اتس ا بيست فيستيفال بالعالم واكبر فيستيفال لرقص سالسا لاتيني وانا شافوني عم بعمل شو بمراكش فيستيفال وهذا الانسان اسمه البرت توريس يعني شخص هو اذا بدك دعم كثير السلسة بالعالم هو كبير عمره بال 65 سنه وقت شفني بمراكش اللي بدي اياك بالي فيستيفال وانا رحت على الي فيستيفال كان لي سنتين ماني رايح لانه كنت عم بعطي مع ديبي الن دانس اكاديمي مع ديف سكوت اللي عامل موفي ستيب اب كنت عم بعطي هيب هوب فيستيفال هيب هوب رحت على الي من ورا شغلي هون وتصويراتي ركبت الشو قبل بيوم بس فظيع الشو من العرض هلا طلعت اول ما طلعت 4000 شخص عم يحضر ويل سميث كان عم يحضر وقالوا ليديز اند جنتلمان بليز ويلكم تشارلز ماكريز فروم ليبانون ما حدا زقف حبيبي ما بيعرفوني بطل عندي بدي فل خلص اخر شيء عملت لي الستيت مانجر هيك انه اسمي ويلا وانا كنت فايت على الانترو على صوت استاذ وديع الصافي الله يرحمه لبناني قطعت سما فخلص بلشت الموسيقى بدي فوت فتت اول هيك خمس ثواني اول ما بلش الجروف وبلشت بالميوزك بلش يطلع زقيف وصريخ شوي عطتني هيدي هيك معنويات خلصت الكل الشو بالاخر كانه هيك ثاني كانه العالم سكتت يعني حسيت انه شو ما حبوه حبوه ما حبوه بالعكس كانوا الزقيف بلشوا يوقفوا 4000 شخص صاروا يوقفوا شفته عن جد نزلت على الستيج عم ببكي لان ما كان معي حدا حبيبي. لبناني انه يحضر او يشوف شو اللي عم بيصير وبيت على ساعتين عالم عم تصور معي عملوا معي اثنين تلفزيون رجعوا طلبوا إعادة هيدا العرض اها انا كان جمعة بالليل وهي اكبر ليلة الاحد بالليل بامريكا بهذا الفستيفال بيجي البرت توريس بيقول لي بدي تعيد نفس الشو نهار الاحد هيدا الشيء اول مرة بحياتي بعمله عادة اذا ارتست بده يعمل شو الجمعة بيعمل غير شو الاحد فطلب مني نفس الشو
و هيدا الشو موجود على اليوتيوب ما هيك؟ بعد ما نزلته لانه لازم تنزله لانه صوروا عنجد... من فتره وصل لي الدي في دي من شيء ثلاث جمعات بس لانه شغله لازم لازم كل واحد منا يشوفها لانه عن جد شيء بياخذ العقل. ثانك يو ميرسي كثير. موضوع اليوم هو الغدر. قديه صعب الواحد يطعم بظهرك؟ كثير صعبه. صعبه. شارل تعرضت للغدر؟ هلا بتعرفي غنية شو بيشبهك تشرين؟ ايه تشرين موجود يعني الغدر صعب كثير يعني انا ما بحمله يعني مرات بيطلعني من شو بتعمل؟ اذا مثلا حدا خانك ممكن حبيبي ممكن صديقة ليكي عندي ما بعرف حسب حسب الشعطة يعني مرات بقول انه خلص اوكي فاين لحاله بس مرة ثانية لا بقول مثلا اذا حدا غدرني عم بحكي بدوماني بقول انا ممكن تطلع شعطة انه بدي كسر له راسه ممكن ترجع تغدره؟ لا بتعرفي في شيء نحن بنقوله وقت كنا نلعب باسكت بول بيطلع بحط دانك بقول له ان يور فيس يعني هيدا الدانك بوجهك انت ما قدرت تشيله لا انا هيك بفضل هلا غدر غدر بعلاقات او غدر ببزنس او غدر بشغل او غدر بالعائله ممكن خيي يكون عم يغدرك سو بتنصدمي انه مش معقول يعني انه ما هيدا ما انا وياه عم نشتغل هذا الشغل شو صار كيف كاف انه بتتفاجئي بس بالنهايه مثل ما قال الي اذا انا بحب يسوع يعني انا بدي سامح برافو والا بتكون المحبه تبعي ناقصه خلينا نشوف شو الحاله الانسانيه الموجوده معنا اليوم ولا بتدرس ولا شيء وستيفان ايه شو بتدرسي؟ مات وانت؟ يلا ما بتدرسي؟ ما بتروحي على المدرسه؟ من عند نطق قليل وتخلف عقلي شديد مثلا عمر 15 عمر 6 اشتغل على عمر 6 وهو يعني عنده 14 درجة زي كذا سمعت بحاجة لعملية وما فيش بتعرف في حدا بيساعدكم في حدا لا لا ولا حدا ولا حدا لا قرايب ولا أصحاب ولا حدا بيطلعني يعني. وعندي بحاجة كثير مثلا مساعدة يعني مثلا صحيح المدرسة بس شو عم يتفقوا كثير يعني بيعرف يتحمل ولا بيعرف يعمل شيء كل شيء انا 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 ولا بضلني مريضة يعني مثلا شهر برتاح اربع خمس اشهر بضلني دوخة طيب ما عرفتي شو سبب الدوخة؟ بروح لعنده عمل لي عملت صورة طلعت مساعدة فيها ناس مثلا ساعدوني فيها مثلا عملت تحت عملت الصورة ما طلع عندي شيء براسي بس بضلني اعمل كرايس فيها شو العمل؟ قال ابري ابري كلفني $100 ما عملتهاش عم باخذ هلا فتة السرك ومره هيك ومره هيك بس بضل عندي وجع راس وكثير انا بحاجه لفصل بس افش معي هو قال لي رجعيني بس انا ما عادش نزلت لانه هو ببيروت ما فيش معي كل مره انزل لعنده طيب يعني هلا اللي حضرتك هلا مضطريه عليه هي عمليه ايه؟ هي عمليه ابني اكثر شيء لانه ويساعدوكي بالبنات لانه وانا كمان معي ضعف نظر كمان وضعنا كثير سيء يعني حتى دائما قالت لي وضعنا كثير كثير بنيتك سيء يعني بحاجه كمان نحطه قد داخل اكثر من نحطه بالبيت. يعني الصراحه انه كثير وهون مثل ما شايفه قاعد وجع راس وعيون كثير انه لازم له عمليه. الله يشفيك يا الي ميرسي وخلي ايمانك بالله كبير الله ما بيترك حدا. بدي خير. انت بدك تقول شيء؟ اه بدون دعم عملية وشيء العمليات، بدون اوقات وينات العمليات عم تضايقني، يعني هو انا ما فيش يعني العمليات ما فيش قطعة، بس اعمل عملية برتاح شوي وهذا، وراح بشتغل وراح قاعد بالبيت. ان شاء الله الله كريم، ان شاء الله. هون بنيم، البنيت هون، والصبي هون، وانا هون. هاي الأوضة بنيم كلنا فيها. شارل شو رأيك؟ قطع يعني قطع نفسي بهالريبورتاج أول شيء أكيد الشيء اللي عم تعملوه روعة بس برأيي نبلش منا يعني من إلي مني من وليد من مايا من رولا من هالخمسة اللي نحن هون حتى لو مخرج اللي عم يسمعنا يعني شو فينا نعمل لهيدا العائلة هن شو بحاجة يعني قد ايه بتكلف العملية تبعه للشاب هدول هلا في دكتور سألني أو دكتورة سألتني إنه المفروض تعمل له صور وتعمل له أشياء تانية تتشوف شو ممكن ينعمل له لأنه هو صار له فترة طويلة ما شاف دكتور وصار له فترة طويلة بحط هدول العوينات ممكن بده أكثر بده أقل ممكن فلازم ينفحص بالأول وبعدها على أساسها يتقرر
شو لازم ينعمل اذا العمليه رح تنعمل. انه ايفن كمان يعني حتى انه اذا العمليه تنعمل اذا حدا تبرع اليوم على المونديال يعني على ماتش فوتبول بنحط على طاولة $100 يعني $100 بتعني لهم كثير بتجيب لهم اكل كثير على البيت كثير قصص. انه انا بطلب عن جد كل حدا عم يشوف الرقم اللي عم يمرق على الشاشه بليز يدق هلا لو بده يحط 20,000 30,000 اخر شيء بيطلعوا مليونين 3 مليون ليره بالغلط يعني انه مزبوط يعني نحن كنا عم نقول حتى لو انه مبلغ صغير كل واحد منا نحن بنبلش وبنرجع بنشوف لانه بتعرف شو عم بيصير بعد الاوقات بيقول تخلص بكره بيجيهم بيصير هيدا يقول خلص ما بكره خلص طلع بكره بيجي لا لازم كل واحد منا حتى يعني ما يستحي حتى لو مبلغ كثير صغير مثل ما بيقولوا جرب تسنق شو بحصه بتسنق بحصه بحصه بتسنق ليزا هلا نحن وطالعين وخلينا يجي حدا ياخذ منا مصاري ما يتمدخلوا بالفن عن جد انه اول شيء كل واحد منا عنده التزام رح ينسى وما حنطلع ندق على التليفون وقتها حنحضر الحلقه فبرايي هلا نعملها خلي يكون عندنا هذا الاتجاه القلب انه هيدا الناس نحن كل يوم عم نتعشى عم ندفع مصاري الله بالكافيات هيدا الناس اللي قاعده ببيتها مش معقول هيدي المره عظيمه إنه كيف عم تحمم اولاد بنتين عمرهم 20 سنه ومش هينين كيف بدها تشقلهم كيف بدها مش معقول. نحن بدورنا بدنا نتشكر كل اللي عم بيفكروا يتبرعوا واللي تبرعوا ونحن كل شيء بنقدر نقول لهم الله هو بكفيكم. انا رح اسال سؤال لكم ثلاثتكم من عدا قديل اذا شي مره طلب منكم تقدموا حفله غناء وموسيقى وبرفورمانس صرنا عاملين شي 40 يعني ما عندكم مشكله ابدا لانه بالبروجرام مرق كثير من الفنانين وكان عندهم هالاستعداد انه يشاركوا بعمل روح ريعوا للناس المحتاجه. ماكريس كمان انت مع اكيد هلا بس بدك تعرفي مين الشخص اللي عم ينظم لانه لتكوني اكيد انه كلنا سوا هيدا الشخص اللي عن جد انه حقيقه هيدا الانكم اللي عم يفوت حقيقه عم يروح لعند هيدا الناس اكيد يعني أكيد. انا بالسكون عندي بنعمل شهر الميلاد هيدا اخذ الفكره من الكنيسه نعمل شيء اسمه حمله الكيلو كل تلميذ بيجيب معه كيلو كيلو رز كيلو فاصوليا انين بيبسي علبه شوكولا بتصير المدرسه بشهر الميلاد مليانه اكل وبليله الميلاد بننزل بنعطي العيال يعني اكثر من 10 عيال بنصلي معهم وبنعطيهم الاغراض في منهم بنعطيهم انفلوبات انه مصاري مش كثير يعني انه بتوعد هول تلاميذ المدرسه هو اهم شيء القلب توجه القلب وين بده يكون يعني مش انه واحد اي انا بعمل انه انا عم اقدم لا مش هذا اللي بدنا اياه حقيقة بدنا توصل للقصص اللي عند هيدي الناس ان شاء الله يا رب. نحن دائما ايماننا بالله كثير كبير ما ننسى كمان ما ننسى ايه. نحن شعب لبناني بينسى يعني مثلا امبارح مثلا بصير في شيء مش منيح بالبلد نار بننسى نحن بننسى فكرمال ما ننسى برجع بشدد انه نحن وطالعين بليز خلونا نبارك هيدي الناس. عموما نحن كل يوم معنا حاله مثل هالحاله وان شاء الله بيجينا تبرعات كثير كبيره وبالنهايه مثل ما قلت انه ربنا هو اللي بكافي كل انسان حسب اعماله. هلا خلينا ننتقل للفقره يلي هي فقره الحزوره لان بكل حلقه عندنا شخصيه هي ممثله امريكيه قدمت ادوار كثيره وكانت بطله لافلام كثير مهمه. انت ممنوع تحكي لانه انت كنت معنا ممنوع ما لعبتها ممنوع تغششهم كمان خلص لا ما لقد خرجت من الجامعة وحصلت على شهادة بالأدب الفرنسي حلو. هي عارضة أزياء سابقة وكانت أصغر عارضة أزياء بوقتها عرفتها بليز شارل كانت نموذج للطفل النجمة هي حدا كتير حلو مريم سعد رولا حياتي عيونها كمان زرق عيونها زرق كمان عرفنا يعني على جوجل مريم نور من اعمالها ذا بلو لاجون طب معقولي ما حضرتوها؟ يلا بروك تشيلز برافو خلينا نشوف الشو يلي ايوه اللي فاجئني ها شاطر بس علت انا بلو لاجون دغري بتذكر قديش وقت العرضوه هون بلبنان قديش عملوا له دعايه من الفيلم ولا من جمالها تذكرت؟ من جمالها اكيد كانت يعني رائعة وجمال المطرح اللي تصور فيه ما بتحبها؟ يعني لا عم تمزح لا يعني بتموت والسيريز اللي عملتها يعني السيريز المهضومة كمان كانت مهضومة فيها طيب خلينا نشوف الشو اللي شار ماكريز هو عمل كل الكيوغرافي تبع الحلقات كلها فيها رقص مزبوط يلا بروك تشيلز شو كان أصعب شيء بحياتك؟
أصعب الشيء هو أنك تعيش مع أمها بتتعاطى دايماً الكحول، والأصعب من هيك أنك تخسرها وتشوفها عم بتموت قدامك. بلشت بعمر 5 سنين، وهذا الشيء ما كان اختياري، كان اختيار أمي. ميرسي لك يا شارل. ثانك يو رولا. هو بالمبدا يعني الوقت كان كثير قصير ووقت كان كثير ضيق، كنا لازم نعمل كل الكاركترات رقص. وبالمناسبه بدي اقول عن رولا عن جد اشتغلت شغل بهالوقت الضيق، شغل رائع، حدا كثير بيلقط بسرعه، حدا كثير بحب شغله، بيجي على الوقت ما بيتاخر، لو موجوع او وجعتها اجرى او شيء بدها تكمل لتعملها، فهذا العند اللي عندها اياه بالشغل
اكيد هو وصلها لهون واكيد بعد 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 قد ايه بتعني قد ايه بتوصل وانا يعني ما عذبتك مش عم بيض وجه بتعرف بتعرفين رولا بعرف انت كثير حقاني ايه فانا اول مره بحكي مش هو الخبير يعطيك العافيه انا ميرسي حياتي حدا كثير انبسطت اني اشتغلت لك حياتي لانك انت حدا كثير كيوت وكثير متواضعه وكثير بتحبي تشتغلي وبتحبي تعطي لا تعملي وتقدمي افضل ريزلتا صار عندك اثنين بتحبهم هلا ايه مزبوط انا حكي لي كثير عن مايا 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 از ديفرنت مايا حدا فنان بيرقص برو كمان بده بالرقص برو يعني ولولا الحدا ما عامل رقص قبل والشغل اللي عطيته انا تفاجئت عامل على الخفيف باغانيه مبلا مثل عن اذنك وغيرهم ايه ايه بس انه بس انه رقص مثل ما رقصتي مزبوط مزبوط يعني يعني كان عندنا فتره كثير ما بدنا كثير هلا نخبر شو عم بيصير بس انه كل الشوات نعمله تقريبا ترينينج 14 يوم 14 يوم كانوا انتنسيف ورك انا بس كنت انا كنت غايبه فيهم مش ما بدي ايه انت ما كنت فيهم بس انا ما بدي انسى انا قلت ما بدي انسيهم الكريدتس للدانسرز تبعي عن جد ايه ثانك يو بحبكم كثير عن جد وين كاميرا اي كاميرا وانا وانا كمان بحبكم ايه بحبكم كثير من قلبي انتم اقوى دانسرز واحلى عالم روعه اللي قدرتوا عملتوا ب 14 يوم ما كانوا عم بيناموا ليعملوا هيدي الكواليتي ولا رقصه بتشبه الثانيه عن جد ايه افضل دانسرز بالعالم ام دي ام شابو با عن جد شابو با جبنا الكليب فرجناهم على الدانسرز كمان يا ريت يلا مره ثانيه ان شاء الله معنا الدانسرز تبع المكريس معلقت لي على الموضوع استاذ وليد اي موضوع؟ موضوع الشو الشو حبيت ما حبيت ايه انا دائما يعني كنت شارع انه لازم العالم تبلش تعمل شوات وتفرجي شوات ما اعطينا كريدتس لشربل للمخرج بنقدم له احلى تحيه ريلي شربل انه كمان تعب معنا والكاميرامانيه وعلى الإعادة وعلى القصص اللي عملناها وريفا والديكور كمان مريم كنتاحي أبدعت وهلكك شربل بالتفاصيل بعيد كتير ليك شربل حدا كتير برو في قلبه لشربل ايه وهو فوق على بالأوبي بصير يندمج مع الغنية يعني كاميرا 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 تروى كاميرا فايف كاميرا فور ميوزك لا 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 بيسلم عليك شربي بيسلم هو بحبك جمانة صارت حاضرة تتخبرنا شو في أخبار وأسرار عند ضيوفنا بونسوار جمانة بونسوار رولا شو بدك تخبرينا عن ضيوفنا اكيد كمان اخبار فلكية حلوة لانه نحن بنحب نفتش بالأرقام عن الأشياء الإيجابية يلا مع مين بدك نبدا؟ ماكريس ايوه اول واحد لانه ماكريس قال ما بيامن بهدول الامور ليديز فيرست ماكريس ليديز فيرست لا ليكي انا على طول بعمل ليديز فيرست بس لانه ماكريس عم بيقول لي ما بدي وما بدي فمشان هيك بس اذا بدك خلص لا لا خلص ماكريس ماكريس اكيد بمايا بس بمايا لا ماكريس ماكريس بضحك عليك شوي يلا انا اي بليف ان جاد يعني اي دونت بليف ان ذيس بس نحن على الأوانين تبع البرنامج أكيد نحن بنقرأ علم فلك مش تنجيم يعني من أول أبرا كدبرا على كل حال أنت مولود 10-11 مولود برج العقرب ما أنا قلت لك 10-11 أنت قلت لي أنه أكيد أوكي أكيد أنا سألتك وأنت قلت لي ما هيك بدك تشوف يعني اذا ما اعطيتها انت الدادونيسانس وهدول الاشياء مولود 10-11 مولود برج العقرب عندك معاوده عمل مع وجوه اشتغلت معهم بالسابق جايزه بتحصل عليها وبشوفك بتشارك بمهرجان او حتى باستعراض بخارج ارضك على الارجح بلد اجنبي مش بلد عربي تحضيرات لبرنامج شبيه بالفوازير او الاستعراضي الراقص ومشكله قانونيه ممكن تصادفك او معنا مش مزبوط بلا مزبوط بلا مزبوط ما بلا مزبوط ما عندي شغل هلا ما عندي لا برات لبنان ولا عندي بلا شو بدك فيه بلا عم بحكي جد ما عندي هلا بدي يجي سوري انه ما تزعلي انا لا انا ابدا ماني زعلانه بالعكس انا عم بعطيك شو ممكن يكون عندك بالفلك تبعولك بالمستقبل يعني ليتر اون ممكن هلا تطلع من هون يجيك خبر يقولوا لك بدنا اياك لشو ما اصلا ما بتعرف ما بقى انا بتحدك هلا ما عندي شيء يعني بس عادة لأنه كل الوجوه يعني اللي شغلهم بشتغلهم برجع عندك تحضير لفوازير كيف؟ يعني كل الوجوه يعني اللي عادة بشتغل مع الارتس مرة لا هو هي قصدها أنه اللي صار لك فترة أنت ما اشتغلت معهم وجوه سابقة بترجع بتشتغل معها بعمل مشترك
مستحيل ما ترجع تلتقي باشخاص لك فتره مبعد او يمكن ظروف عمل تاتش صغير، حترجع تلتقي انت وياهم بعمل مشترك. طيب اوكي ما تزعل مني. ثانك يو. لا بالعكس، ليه بدي ازعل مايا. منك مايا. اوكي افرجيك ارقامك 9 12 انت القوس، بشوفكم اثنينكم لشريكك بالعاطفه لانه مبين اثنينكم مع بعض بعمل موسيقي بعمل فني بيجمعكم سوا كمان، كل اعمالهم سوا فيه اصلا. في شيء هيك وليد؟ وليد وليد حيكون عندك عمل مشترك لبناني واجنبي، مزبوط مزبوط. في شيء منه؟ انا حكيتها قبل، قلت لها انا وحشه. ميرسي رولا. شو بييد وليد؟ بييد طريق جمالة. ما عنده، ما حدا عنده شيء قانوني توقيف غيري؟ بس بدهم يوقفوني. لا مش توقيف، انت فهمتني غلط، عندك معامله قانونيه، ورقه قانونيه بتنجزها، مش معامله ضدك او حتى مدرستك. تسجيل المدرسه. سجل السياره هلا. معامله قانونيه. المدرسه مسجل المدرسه. كريز مش توقيف ومحكمة، لا شوف معاملة قانونية. ايه وبتزبط ولا ما بتزبط؟ 100%. ها شفت كيف؟ كل شيء بوزيتيف. الا انه وحشي. بس انا هلا ما هو عم ببيض وجهه. الا انه وحشي. لا ولا كل شيء قالت لك ولا. إيه انه عم تشتغلوا سوا، ما انتم اكيد بتشتغلوا سوا. لا لا شو الشيء اللي انقال لك وليد؟ قالت لي اشياء اكثر. شو الشيء اللي انقال لك؟ شو الشيء اللي انقال لك انت اوريدي ما عامله؟ هات لنشوف. لا لا قالت لي اشياء تحت الهواء. هلا تحت الهواء. عم تظبطها هلا جوانا. بتشوفك تحت الهواء. حكيت انا وليد تحت الهواء وقال لي كانك عايشه معي صراحه، بس ما كثير بحب احكي عن الاشياء على الهواء، بخاف انها ما تزبط. فخليها انه مشان تبعد الحسد. ميرسي جوانا. ميرسي رولا. ميرسي. ثانك يو جوانا. هو سأل كثير بغار بقى، ما طلعوا شيء منيح. بالعكس طلع له اشياء كثير حلوه. لا مش هذا هو الموضوع. بشار ما بيحب يامن بهدول الاشياء. هو بغار. لك هو اول ما شافها تحت الهواء قال لها جايب الفنجان. ما في فنجان حرام عليك. قال لها بصري لي انا سمعته. لا غير بصري لي. لا بصري لي. بصري لي. انت ما قلت لها بصري لي؟ انا قلت لها بصري لي. شو قلت لها؟ يا مفتن يا خد. يا ويلي يا ويلي ويلي عليك. حرام عليك، هي ما قالت له هيك انه قهوه، هي ما بتشوف بالقهوه. عن جد حرام عليك. قالت له هو شال الفنجان طب الطفل وقال لها بصري. مش مزبوط. اي فنجان؟ شو عندك؟ قال لها عندي سفره. بقت له اياهم. وليد خبرني اكثر عن شركتك. هي وحده منهم. وليد شو بنا؟ كنت عم بشتغل اونلاين على الفيسبوك على البيج تبع مايا. شعر تمنى علي دائما اشتغل له على الفيسبوك بس ما عبرت. خيرك شو؟ لا انه وجدي يعني عم يحكي ايه عم اشتغل. ايه اجى صاحبي يلي هو رامي دعبول وشريكي هلا حاليا، وهو بيشتغل ماركتينج كان بشركه ثانيه. وقال لي طالما عم تشتغل وعندك هالكونتاكتس وهالبي ار، ليش ما بنفتح شركه اونلاين مانجمنت وويب ديزاين وسوشيال ميديا مانجمنت؟ وبلشنا مسحه يعني من 3 شهور. كتر خير الله في عنا 26 كلاينت وصارت مصدر رزق احسن من الموسيقى يعني. جود لك. انت اصلا حدا كتير موهوب وبتمنى لك كل خير. بس اكيد ما باخذ زبونات مثل مثلا شارل ماكريس. الله يوفق. يعني هلا يعني هلا اسم الله وليد، يعني هلا التبرع للعائله الفقيره بيكون حرزان ان شاء الله. الله يوفق. انا تبرعت للماكريس دانس مينستري مش ليركب اي سي. تبرعت له. طيب شارل شو جديدك؟ انا يعني انا عرفت هلا ما بحب احكي عن اللي جاي. طيب بحب احكي عن اللي مرق. اللي مرق هو بروجرام ليالي الانس مع رولا. وهلا بدك تعمل حفله اخر السنه التلميذ عندنا اللي هي عم تشتغلها كمان. فيستيفال باغست بجيب كوريوغرافر تبع اشر، مارايا كاري، بيانسي، راسلين من دانس موفيز. كل سنه بجيبهم بيعطوا ورك شوب عندي بالمدرسه. اسم الايفنت لبنان هيب هوب دانس انتنسيف. بصير ب 1 2 3 اغست، يعني 1 2 3 اب. انت مش معزوم عليه ابدا. ولا حد مش راح يعزمك على المسرح كمان. مرق كليب جوزيف عطية الجديد، اخر كليب لنوال زغبي، لنجوى كرم، ليارا، نحييهم كلهم بالاخر. ايه كان حلو. هلا اللي جايه هو اللي الشهر قلتهم، بس في قصص كثير حلوه جايه لقدام ان شاء الله. بفضل بوقتها يعني نحكى عنها. نسمع غنيه. بدي اشكر شارل ماكريس ذا جريت كوريوغرافر وتلاميذه لانه هو عامل كوريوغرافي. اسم الاغنيه عم فكر. بودع مشاهدينا وبقول لهم شوفوني بكره بحلقه جديده مع ضيوف جداد بليالي الانس. وباي باي لاحلى ضيوف. باي باي رولا. باي.